الدلو. الدلو من الأمراض اللي بتعشق حريتها جدا جدا. عدو الدلو هو القيد أو السجن أو التقييد. ادي الدلو حريته، يبقى أنت كده معاك كلمة السر. سيبه ينطلق ينطلق، هيديك أحلى حاجة في الدنيا لو سبته بحريته. الدلو من أكتر الأمراض الخدومة واللي بتحب فعل الخير، يعني تلاقيهم في ديران أيتام، تلاقيهم في اللي هم المسنين، تلاقي أي حاجة خيرية أو تطوعية تلاقي فيها الدلو على طول. خير مضحي، بس عيبه بقى إنه هو شكاك قوي، حسن الظن منتفي شوية، يعني ما ينفعش إن أنا أدخل في مكان أو كده فقلتلك حاجة لازم اتاكد من وراك، يعني مثلا بقول لك ايه البنطلون ده حلو، افضل اداء هو حلو فعلا واجربه واولع فيه النار عشان اتاكد ان هو حلو. في حاجه تانية ان هو لو اختلفتي معاه وجيتي تتصالحي ما بيتصالحش بسهوله، لازم يربيكي الاول، يعني اقعدي كده قدامه زي التلميذ ونقعد كده عشان يضمن ان الخطا ده ما يتكررش تاني. فضماني ان الخطا ده ما يتكررش تاني فاقعدك كده اديكي محاضره، اقعدي مش عايز كده تاني، وانت عملت ده وده اللي ادى بينا لكده، ها مش هتعمل؟ وتتاكد. فانت لازم تقول فروض الولاء والله ما هعمل، اطمن وديته كل الضمانات اقدر اصالحك بقى. فحته صعوبه صلح الدلو دي بتخلي برضو الناس ايه تتخنق شويه وتزهق وتهرب من العلاقه.